أهلا بكم في نشرة تعليمية جديدة على قناة مدرستنا 3، والبداية دائما بأهم وأبرز العناوين. وزير التعليم يشارك في ندوة اتحاد الثقافة الرياضية ويشهد ختام أولمبيات المحافظات الحدودية. التعليم لن نسمح بأي حالات غش في امتحانات نهاية العام. إعادة فتح التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية من 10 إلى 14 مايو الجاري. تعليم الدقهلية تكرم 35 معلماً من الفائزين في مبادرة 1000 قائد. وزير التعليم يجتمع بقيادات مطروح ويؤكد لن نسمح بأي غش في امتحانات نهاية العام. عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اجتماعاً مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة مطروح، وذلك لمتابعة الإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام لمختلف صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إجراء امتحانات منضبطة وعدم السماح بأي حالات غش، ووجه بتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، والالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم. وزير التعليم يشهد ختام فعاليات أولمبيات المحافظات الحدودية. شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الندوة التثقيفية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية، وذلك في إطار فعاليات ختام النسخة الرابعة من أولمبيات المحافظات الحدودية. وأكد الدكتور رضا حجازي أن الهدف الأول من هذه الفعاليات هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وذلك لبناء جيل متميز صحياً ورياضياً وثقافياً. ومعنا على الهاتف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية. بنرحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلاً بحضرتك يا فندم. أهلاً وسهلاً. في البداية ريت حضرتك تكلمينا عن أهم ما جاء في ختام فعاليات أولمبيات المحافظات الحدودية وأهمية تفعيل مثل هذه الأنشطة الرياضية لتشمل كل طلاب مصر. هو الحقيقة حضرتك لما اتكلمت أنا سمعت البيان اللي حضرتك قلته. هو معالي الوزير ما حضرش بس الندوة التثقيفية، لا هو حضر الفعاليات كلها الحقيقة، وكان مجهود كبير ورائع، وكان حريص انه يحضر الفعاليات كلها من العروض الرياضيه اللي اتعملت وماتشات كره الخماسيه وكره السرعه والسباحه والعاب الكره والعاب القوى وكره اليد. حضر يعني شهدنا جميع الفعاليات الحقيقه ختمتها، كان في مرور وتفقد ليها. وحضرنا معالي الوزير حضر العروض الفنيه والندوة التثقيفية طبعا للاتحاد المصري للثقافة الرياضية، وحضر العروض الفنية كمان، وتاني يوم تفقد الأعمال اللي كانت معمولة برضو تاني يوم في الملاعب. كان في نشاط للاتحاد المصري للرياضة المدرسية معمول بالتعاون مع اتحاد الستريت ورك اوت، وكان في نشاطات معموله للاداره المركزيه للانشطه الطلابيه بالتعاون مع الاداره المركزيه لتنميه النشء ووزاره الشباب والرياضه. فالحقيقه كان في زخم كبير جدا 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 في ختام فعاليات المحافظات الحدوديه، وكون ان الختام كمان يتعمل في قاعده 3 يونيو البحريه في مرسى مطروح، فاحنا رابطين بين يعني كان في ربط كده جميل بين احداث كتير قوي معموله ما بين اماكن جميله تم النهائيات اتلعبت فيها ما بين في المحافظات الحدوديه دي. يعني ترابط الولاد مع بعضهم وتجمعهم من الست محافظات الحدودية موجودين مع بعض. وبعدين يعني احنا خلينا نقول ان هي فيها ايجابيات كتير جدا جدا. صحيح. ان الولاد دول يتجمعوا ويمارسوا كل الالعاب والانشطه دي لها.
في مكان واحد، وانها تكون مختصه بالذات للمحافظات الحدوديه، وده توجه رئاسي. صحيح. توجه يعني من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان المحافظات الحدوديه دي لازم تسليط الضوء عليها والاهتمام بيها، وان يحضر مستشار الوزير بنفسه المستشار مع الوزير احمد جمال الدين. يعني انا عايزه اقول لحضرتك كان في حاجه تناغم جميل قوي قوي، وربط بين الوزارات وبعضها، وربط بين الاحداث وبعضها، وربط بين المكان الجغرافي في المكان نفسه. وفي النهايه الطالب هو اللي استمتع باللحظات دي كلها، وده المهم جدا ان احنا وبالالعاب اللي لعبها. يمكن احنا اللي احنا كنا فيه ده كان النهائيات، لكن عشان نوصل للنهائيات دي كان في عمل وجهد كتير، تصفيات كتيره جدا وصلت لكل شباب. صحيح، تصفيات كانت لكل المحافظات الحدوديه دي. فيعني احنا دايما خلينا نقول ان الختام ده بيبقى تتويج لعمل كبير تم. والختام ده كان ختام ضخم جدا، فان ده اللي يدل على ان كان في عمل كبير جدا بيتم على ارض الواقع. صحيح. في هذا الاطار يا فندم، ماذا عن اهميه التعاون بين وزارتي التعليم والشباب، وذلك لبناء جيل قوي يتمتع بالسلامه البدنيه، وتاثير ذلك على قضيه الولاء والانتماء للوطن، وهي قضيه هامه جدا؟ يمكن معالي الوزير أشار في كلمته اللي ألقاها في الختام، وقال إن مفيش وزارة منفردة هتقدر تبني جيل صالح وجيل إن هو جيل يصلح إن هو يقود المجتمع بعد كده. لازم تعاون كل الوزارات. فعلشان كده يعني إحنا الحمد لله الوزارتين شغالين بتعاون وبطريقة مؤسسية، شغالين لهدف واحد وهو الطالب. ان احنا يتجمعوا التجميعه دي، ده في حد ذاته تنميه للولاء والانتماء. صحيح. لوطنهم. لما الطالب اللي بعيد قوي اللي في الوادي الجديد ده يجي مرسى مطروح السنه دي، وقبل كده السنه اللي فاتت كان في اسوان، وقبلها كان في البحر الاحمر، وقبلها كان في، يعني احنا عملنا اللقاء ده في 4 محافظات حدوديه، كانت دي المحافظة الرابعة السنة دي، وأعلنوا إن المحافظة اللي جاية إن شاء الله هتكون في العريش. فإن الطلبة تتنقل في المحافظات الحدودية دي كلها وتشوف وتشهد جمال المحافظة وتمارس الرياضة في المحافظة دي ويتنافسوا مع بعض، فإحنا ما عندناش خسران. صحيح. يعني خلينا نتفق إن أي حد بيشارك في أي بطولة ما فيش فيهم خسران، هو في فايز وفي مستفيد ومستمتع بالنشاط وبيشجع زميله والروح الرياضيه، بنخلق جيل خالي من التعصب. وفعلا يعني احنا بنشوف روح جميله قوي في الولاد. الولاد بيشجعوا بعض سواء محافظته او مش محافظته، الكل فائز. واحنا فزنا بحضرتك دكتوره ايمان حسن لكل هذه التوضيحات عن هذا النشاط. رئيس الاداره المركزيه الدكتوره ايمان حسن، رئيس الاداره المركزيه للانشطه الطلابيه، نشكرك جدا على هذه التوضيحات. التعليم تقرر اعاده فتح التقديم لامتحانات نهايه العام للدبلومات الفنيه. قررت وزارة التربية والتعليم إعادة فتح الموقع الإلكتروني للتقديم لامتحانات الدبلومات الفنية وتسليم استمارات التقدم لطلاب الدبلومات الفنية الذين لم يتقدموا للامتحانات. وتقرر فتح الموقع للتقديم من يوم 10 حتى 14 مايو الجاري، مع التنبيه على المدارس التابعة للمديريات التعليمية بعدم إرسال استمارات تخص الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعيات التعليم الفني إلى لجان النظام والمراقبة بعد هذا الموعد الذي يعتبر آخر موعد للتقديم. فوز 6 طالبات من ذوي الهمم بقنا بمسابقة فرسان القراءة. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا عن فوز الطالبات إيمان حمدي وهناء حامد ومريم عبد الناصر بالمرحلة الثانوية بمعهد النور للمكفوفين بإدارة قنا التعليمية بالمراكز 3 الأولى في مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي، والتي نظمها توجيه عام المكتبات المدرسية. كما فازت كل من زينب محمد الطيب ودعاء مرتضى بالمرحلة الإعدادية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة قوس التعليمية بالمركز الأول والثالث، ونورهان علاء عبد الرادي بمدرسة الأمل للصم بالمركز الثاني في المسابقة التي أقيمت لطلاب مدارس الصم وضعاف السمع.
التعليم الدقهلية تكرم 35 معلماً من الفائزين في مبادرة 1000 قائد. وفي الدقهلية كرم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة 35 معلماً ومعلمة من الفائزين في المبادرة الرئاسية لإعداد كوادر من الشباب لتولي قيادة وإدارة المدارس والتي تستهدف 1000 معلم. وأعرب هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن سعادته بفوز المحافظة بأكبر عدد من المتقدمين للمبادرة. تكريم طلاب بورسعيد الفائزين بمسابقة المبدع الصغير. وفي بورسعيد كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الفائزين بالمركز الأول في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير المقامة تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية. وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن الطالبة شهد عمرو نبيل جمعة بمدرسة 23 ديسمبر الابتدائية حققت أداء متميزا بالمسابقة في فرع الرسم عن الفئة العمرية الأولى، بينما حقق الطالب يحيى محمد عبد الرؤوف بمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية موهبة استثنائية بالمسابقة على مستوى الجمهورية في فرع الشعر عن الفئة العمرية الأولى. وصلنا لنهاية نشرتنا التعليمية على قناة مدرستنا 3، نشكركم دائما في أمان الله.